يعود إلينا من جديد مراسلنا من لندن أشرف سعد. إذا أشرف، في آخر الأنباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدلي ببيان خلال ساعات، ما هي التفاصيل الواردة لديك؟ ميشا، اسمحي لي أن أبدأ بالخبر العاجل الذي وصل الآن. بوريس جونسون تحدث مع رئيس لجنة 1922 وقبل التخلي عن منصبه. هذا هو الخبر الرئيسي. الآن بوريس جونسون قبل الاستقالة وقبل التخلي عن منصبه. يبدو أن رئيس لجنة 1922 قد أبلغه بصراحة أنه تلقى عددا كافيا من الأصوات التي تخول له الدعوة تغيير القواعد أولا، والدعوة لتصويت جديد على حسب الثقة عنه، وأنه إذا لم يرحل بإرادته فسيرغم على ذلك. هذا ربما أهم ما جاء الآن في هذا الخبر العاجل. بوريس جونسون سيتخلى عن رئاسة الوزراء البريطانية وسيستقيل من منصبه قبل أن يرغم على الاستقالة من قبل نواب حزبه في البرلمان. إذن فهذه نهاية لحقبة بوريس جونسون في رئاسة الوزراء البريطانية. صحيح أنه سيستمر رئيسا للوزراء لبعض الوقت ريثما يصل الحزب إلى انتخاب رئيس جديد أو زعيم جديد، ولكن هذه هي نهاية حقبة بوريس جونسون في رئاسة الوزراء البريطانية. انتهى دوره بعد سلسلة من الفضائح وسلسلة من الاستقالات التي طالت كبار حلفائه وكبار الوزراء في حكومته، بل إن صبيحة هذا اليوم كانت الحكومة البريطانية قد أصيبت بشلل كامل. الأنباء التي تأتينا من داخل 10 داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أن فريقا من معاوني بوريس جونسون الآن يعكفون على إعداد خطاب الاستقالة الذي ربما يخرج به بوريس جونسون علينا خلال ساعات قليلة قادمة. أشرف، بالمحصلة وحتى الساعة، يعني كم عدد المستقلين حتى الساعة إن كان لناحية الوزراء أو حتى المسؤولين في الحكومة؟ عدد الاستقالات تجاوز 55 استقالة ما بين وزراء وأعضاء في مجلس الوزراء ومسؤولين كبار. يعني الحكومة البريطانية تعمل على عدة مستويات. هناك الوزراء أعضاء مجلس الوزراء، وهؤلاء استقال منهم 5 حتى الآن. ثم هناك الوزراء الأصغر الذين يصفون بوزير الدولة. هؤلاء ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم على درجة وزير. هؤلاء أيضا استقال منهم عدد كبير للغاية، منهم وزير الأمن ووزير الخزانة ووزير التعليم وعدة وزير الطفولة، عدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى المعاونين. بالمناسبة كل من استقالوا هم أعضاء في مجلس العموم البريطاني وأعضاء في حزب المحافظين بالطبع، ليسوا مجرد موظفين ولكنهم أعضاء في البرلمان ومنتخبون من قبل المواطنين البريطانيين، وبالتالي فهم من ضمن 359 عضواً الذي يحتفظ بهم الحزب في مجلس العموم، والذين يمثلون الأغلبية الكبيرة التي يقول بوريس جونسون أنه حققها بفضل قوته، وهي التي منحته هذا التفويض الذي ما زال يعتمد عليه في تسيير أمور الحكومة. ولكن على ما يبدو فإن عدد من تخلوا عن دعم بوريس جونسون قد تجاوز نصف هؤلاء النواب، وبالتالي فأي تصويت على حجم الثقة عنه سيخسر فيه، وبالتالي لهذا قبل الاستقالة والتخلي عن منصبه بعد أن كان حتى ساعات قليلة أو ربما دقائق قليلة مصرا على عدم الاستقالة وأنه سيستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي معتمدا على هذا التفويض الممنوح له من قبل المواطنين البريطانيين. أشرف، ما إن استقال وزير المالية البريطانية السابق حتى عين بوريس جونسون وزير المالية نديم زهاوي الذي استقال منذ بعض الوقت، إن كان ذلك يدل على شيء فما هي دلالته في الداخل البريطاني؟ أولا الحكومة البريطانية باتت في حالة شلل كامل، لأن الوزراء الذين يتولون اتخاذ القرارات في الحكومة قد غادروا مناصبهم ولم يعين بدلا منهم وزراء جدد. هذه النقطة الأولى. ثانيا الأهم أن معاوني بوريس جونسون وأقرب خلصائه باتوا يتخلون عنه يوما بعد يوم، لأنهم يخشون أولا على مناصبهم، ثانيا يخشون على دوائرهم الانتخابية في أي انتخابات مقبلة إذا ما عرف عنهم أنهم أصروا على دعم هذا الرجل. اسمح لي ميشا أن أتحدث، يعني كنت أستمع لبرامج الصباح الإخبارية على معظم القنوات التلفزيونية البريطانية، لم أسمع كما من الشتائم من قبل سياسيين
لرئيس وزراء كما سمعته هذا الصباح، وصف بأنه أفاق وبأنه يفتقر إلى النزاهة ويفتقر إلى الأمانة، يفتقر إلى القدرة على قيادة البلاد، بل إنه وصف بالسيكوباثي المتعصب الذي ربما يعني يتبع أساليب من البلطجة في الاستمرار في رئاسة الوزراء. كل ذلك يعني يفسر لنا تخلي النواب عنه، لأنهم سيخوضون الانتخابات بعد أقل من عامين، فكيف سينظر لهم الناخبون إذا ما أعلن أنهم يدعمون هذا الرجل في هذه الحكومة؟ بالطبع أشرف، ماذا بالنسبة للشارع اللندني؟ كان يعتمد على للرأي العام البريطاني كيف يتفاعل؟ يعني تحدثت عن السياسيين عبر البرامج الإخبارية التي تتابعها أنهم يعني وجهة نظر واضحة، إنما ماذا بالنسبة للشارع البريطاني، للرأي العام البريطاني؟ الرأي العام البريطاني فقد الثقة في بوريس جونسون منذ أن ذاعت فضيحة الحفلات. هذه الفضيحة كانت صدمة كبيرة للمواطنين البريطانيين، ليس فقط لأنه عندما كان المواطنون البريطانيون يلزمون منازلهم ولا يستطيعون حتى حضور جنازات أحبائهم أو زيارتهم في المستشفيات، كان بوريس جونسون يقيم حفلا يشرب فيه الخمر ويتبادل الضحكات ولا يلتزم بقواعد التغير الاجتماعي في ذروة تفشي فيروس كورونا. هؤلاء فقدوا ثقتهم تماما في بوريس جونسون. ليس هذا فقط، ولكنه كذب أمام البرلمان وقال إنه لم تكن هناك حفلات ولم تكن هناك أي مخالفة لأي قوانين أيا كان. بالإضافة إلى ذلك جاءت خسارته الانتخابات محلية أولا، ثم الانتخابات في دائرتين، انتخابات تكميلية في دائرتين انتخابيتين،